خليني اسالك ان انت النهارده جايب مجموع عالي، بس قبل ما اسالك كنت مقسم وقتك ازاي؟ كنت جايب كام في الاعداديه؟ كنت جايب 99.5 99 و5 من 10. يعني كنت من الاوائل في الاعداديه. كنت من العشر الاوائل على مستوى المدرسه. وليه اخترت المدارس التكنولوجيه التطبيقيه وانت كان عندك الثانوي العام وعندك الاستيم وعندك حاجات كتير؟ اكيد كان في وجهه نظر ليك مختلفه. لا هو حضرتك يعني انا كنت لما شفت المدارس التكنولوجيا اول مره حسيت ان هي مشروع جديد ومشروع ناجح وكنت مؤمن ان هي فعلا بتطلع ناس فاهمين في التخصص فعلا. صحيح. يعني وكمان بيبقى عندهم تاسيس خلقيا، وطبعا التربيه بتبقى قبل التعليم، وبيبقى النظام صارم حضرتك. صحيح. يعني كنا بيبقى في حضور الزامي كل يوم، وفي طوابير صباحيه، وبيبقى في دايما اجبار، هم حضرتك كانوا بيشجعونا على المذاكره، وكان في اختبارات كل شهر، وبيبقى في كمان في ماده التخصص بيبقى كل اسبوع. كنت شايف يا مشيل سوق العمل عايز ايه، محتاج ايه، ولا انت كنت بتبص عينك على المرحله الدراسيه بس، ولا كنت باصص للمستقبل بقى؟ لا انا كنت شايف المستقبل، وكنت شايف ان فعلا التعليم الفني بالمدارس الجديده اللي طالعه يعني في مشروع فعلا للمستقبل. وحتى لما احنا دخلنا اول مره قالوا لنا ان احنا نمشي بالنظام الالماني اللي هو يعني في المانيا حضرتك بيبقى في التعليم بيبقى الاولويه للتعليم الفني. ايوه فندم طبعا. حتى بيقولوا ان في ناس كتير مش بيكملوا تعليم جامعي حتى. صحيح يا مشيل. صحيح. وعماد اكبر دوله صناعيه في العالم قايمه على الفنيين، هم اللي شايلين الدوله. بالظبط. هم اقنعونا لما دخلنا حتى في الانترفيو لما قدمت قالوا لنا ان هو ده مشروع مصر في المرحله القادمه. صحيح. عشان كده ده اللي شجعني ان انا ادخلها، وانا كان عندي فرصه ان انا ادخل ثانويه عامه واستم ومدارس. طبعا مجموعك يدخلك كل اللي كان نفسك فيه متاح، كان متاح قدامك، فانت داخل عن قناعه يعني. بالظبط. حتى اهلي كانوا بيحاولوا يقنعوني في الاول ان انا ادخل ثانويه عامه لان كان مجموع عالي، بس انا اللي حاولت اقنعهم في الاخر الحمد لله وقفوا على رايي. ربنا يوفقك. يعني حضرتك عارف نظره الاهل وفي المجتمع، يعني مثلا ايوه حبيبي انا جايب مجموع عالي ليه تدخل مثلا حقوق ولا اداب وانت ممكن تدخل طب وهندسه؟ ايوه لكن انت باصص لسوق العمل يا مشيل وللدنيا رايحه فين ولاوروبا والدنيا والاتجاهات، صح كده؟ بالظبط حضرتك. تمام. مشيل البدايه مش ثالثه ثانوي بس، البدايه كانت من اولى وثانيه، لما خدت قرارك بعد الاعداديه ان انت داخل، نظمت يومك في اولى وثانيه لحد ما وصلت لثالثه ومذاكرتك ازاي؟ هو حضرتك انا في الاول لما كنت بحاول في الاول ان انا انظم وقتي، والحمد لله في من سنه اولى كان يعني باين في البوادر ان انا مستواي كويس، وحتى من الاول كنت برتب على الدفعه الحمد لله يعني في الاول خالص حتى في الامتحانات الاولويه كنت برتب من الخمسه الاوائل على الدفعه الحمد لله. وكنت برضه بحاول انظم وقتي عشان حضرتك عارف بطبيعه ان احنا بنروح المدرسه كل يوم. فبنروح المدرسه اما بنيجي بنبقى مرهقين وكده، كنت بحاول اقسم وقتي مثلا 3-4 ساعات يوميا لحد مثلا اخر الاسبوع الجمعه والسبت، احاول الم الدنيا بشكل كامل. وبرده الامتحانات اللي كانت المدرسه بتعملها كل شهر كانت بتساهم معانا، يعني انا كنت في الامتحانات دي بذاكر كانها امتحان اخر السنه. فده اللي كان بيساعدني ان انا الم المنهج حتى لو كان في تراكمات عليا، كنت باخد كل امتحان كانه امتحان مهم. صحيح. حسيت بفرق عن المواد بتاعتكم عن الثانوي العام؟ في تشويق اكتر، في فرق في تخصص في الدراسه اكتر، في حاجه يعني؟ اكيد كنت تشوف زمايلك واصحابك في الثانوي العام، انت كنت حاسس الفرق في ايه بالظبط يا مشيل؟ حضرتك احنا في المدرسه لما بنتدرب وبنتعلم فعلا محتاج سوق العمل، يعني بيأهلوك ان انت لما تخرج تبقى عارف ازاي تتعامل مع سوق العمل. يعني طالب الثانويه العامه ممكن ما يبقوش عنده خبره في الحاجات دي، انما احنا عندنا بيعلمونا مهارات فعلا تشتغل بيها. مش مجرد ما يعني مش معلومات عامه، لا دي معلومات تخصص معين انت عارف ان انت لو قدمت ليها هيبقى السي في بتاعك قوي، تقدر تتقبل في اي شركه حتى لو شركه انترناشونال. عايز تكمل فين يا مشيل؟ هو حضرتك هو انا يعني نفسي اكمل هندسه بالمعادله، بس لو ما اتاحتش فرصه ممكن ان انا اشوف اي منح ممكن تتوفر لي من المدرسه، في مثلا جامعه السويس. ده انت الاول يا مشيل، يعني انت مش هتتاح لك المنح هتتاح لي مين يا حبيبي؟ ده انت الاول، كل المنح قدامك وكل الفرص قدامك، وانت حد شاطر ونبغه وتعبت زي كتير من ولادنا اللي بيتعبوا، فاكيد يعني اللي انت عايزه ربنا هيوفقك فيه. ونستضيفك وتشرفنا هنا وتتكلم معانا، ونستضيفك لما تتخرج وتشتغل. مشيل خليني اسالك، كنت بتتابع تصريحات
الرئيس لما كان بيتكلم على هذه النوعية من الخريجين التكنولوجيين اللي زيك اللي محتاجين ان هم يقودوا التكنولوجيا بتخصص ودراسة، تابعت تصريحات سيادة الرئيس في وتأكيده ان هو عايز النوعية اللي زيك؟ بالظبط حضرتك، هو ده اصلا اللي شجعني من الاول ان انا ادخل النوع ده من التعليم. اهتمام الدوله بيه. بالظبط، يعني حضرتك يعني دلوقتي يعني بيبقى في دكاتره كتير واطباء كتير، انما التكنولوجي بيبقى دلوقتي مطلوب بنسبه كبيره.